السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنئكم باليوم العالمي للمرأة، وأهنئ جميع نساء العالم بهذا العيد الذي خصص لها، ربما لأنها هي نصف المجتمع، أو هي كل المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الحبيبة، هي الزوجة. الحمد لله أن احنا وصلنا يعني في هذه السنوات الأخيرة إلى أن ترى أن تكون المرأة لها دور فعال في المجتمع. هي طبيبة، هي معلمة، أستاذة، طباخة، أو بالأحرى الأم التي يعني لها مسؤوليات متعددة في الأسرة. هي الكل، وإن كان لن نهضم طبعا حقوق الرجل هنا، وإن كنت أرى أنه أيضا كان يجب أن يكون له أيضا عيد آخر حتى لا نكون يعني نهضم حقوقه أيضا. بالنسبة، هناك مشكل واحد، هو أننا نحتفي بالمرأة في العالم المدني وفي الحضارة وفي وننسى المرأة التي تعيش في البادية وفي القرى، والتي تعاني معاناة قاسية في حياتها. يعني يجب من هذا المنبر أدعو إلى كل المسؤولين أن يوجهوا يعني عناية أكبر وأكثر، وإلى كل المؤسسات والجمعيات، إلى المرأة التي تعيش في الجبال وفي المناطق الوعرة أيضا، لأن حتى العقلية، هناك عقلية يعني لا زالت متخلفة جدا. ترى المرأة على أنها للعمل ولل يعني للكد ولل يعني هذا هو الدور. مثلا نرى في كثير من القرى أن المرأة هي التي تشتغل، هي التي يعني تحمل ما لا يتحمله بشر. شكرا لموقع اليوم 24 على هذه الاستضافة وعلى هذا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وشكرا. يهل علينا اليوم العيد العالمي للمرأة الذي يصادف 8 من مارس من كل سنة، وحينما نقول المرأة نقصد المرأة الأم، المرأة الزوجة، المرأة الأخت، المرأة الإبنة، المرأة الزميلة في العمل كذلك. وعيد المرأة هو بمناسبة تتمين دور المرأة في المجتمع، شكرها على بناء غد مشرق. المرأة فرضت نفسها في جميع المجالات، كنجبروا امرأة قاضية، امرأة محامية، مهندسة، معلمة، ما نساوش سيدات أعمال، ما نساوش المرأة في العالم القروي اللي عندها دور كبير كذلك في المجتمع، يعني ويمكن دور مهم جدا. والنقطة اللي عجبتني اليوم بزاف هي أن المدير العام للأمن الوطني سيد الحموشي أعلن أن 17 امرأة تحمل رتبة مراقب عام للأمن في المغرب، وهذا رقم مهم جدا كتلعب المرأة في دور حماية التراب الوطني والأمن في المغرب. وفي نفس السياق لا ننسى تكريم صاحب الجلالة لأمهات اللاعبين في مونديال قطر، وهذا التكريم هو اعتراف بدور المرأة في المجتمع، وكان صراحة هو تكريم لجميع نساء المغرب. وأنا بدوري اليوم في هذا اليوم العالمي للمرأة أهنئ جميع نساء العالم وأقول لهم أنتن الخير.